حركة الشعب الآن. شو تقول السيد رئيس الجمهورية بعد الاستفتاء؟ وشنو مشروح في ظل متغيرات تقريبا غير مفهومة للمتابع؟ كأنه الأحزاب بدأ يتقلص دورها كما قلنا. شوف، أنا كتبت تدوينة هذا الصباح إلى الرئيس قيس سعيد. سندعمك برجولة ونعارضك بشرف، ومحكنا في ذلك حياة الناس وأحلام الشباب وسيادة الوطن. مبارك لتونس العبور لدولة الشعب التي نراها ممكنة. شوف اليوم فما قائد المرحلة اسمه قيس سعيد، والرجل كان شجاعا في الحسم بدون تردد مع الإسلام السياسي، وعنده إرادة كبيرة في الانطلاق بتونس لأفاق أخرى. حركة الشعب تلتقي مع قيس سعيد في المسألة هذه. نحن نريد القطع مع عشرية الخراب والعشرية السوداء، ونريد أن ننطلق إلى الأمام إلى المستقبل بعزيمة ثابتة وخطى حثيثة، لأنه الزمن زاد في مشكلة كبيرة، لأنه خسرنا برشا وقت. نحو ماذا؟ نحو ما سميناه نحن في حركة الشعب بدولة الشعب.